أنا برسل الناس الفاشل، كل القيادة اللي داخل الفاشل. أسمعوا الكلام ده كويس، الناس دي حاليا يا جماعة زمزم، زمزم دي حاليا 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 زمزم المواطنين طلعوا منها استغلوها الحركات. حاليا زمزم فيها دبابات جوا، كويس يا أخوانا. إتو قطلوكو كم من الارتكازات وبناو شوفوكو ولا والناس بيجوكو التفاف بورا. زمزم دي ما تقول لي زمزم ولا تقول لي في يا زمزم، ما حتقدروا. ثانيا دايرين قوة تجي تقفل من كل نواحي الولايات الأربعة، دايرين قوة تجي تقفل أبو زريقة ووادي التابت. الناس دي حاليا ما عندهم منفذ آخر بنرقبوه، وما عندهم منفذ آخر بيجوهم، بيجوهم الله بوادي التابت وبوزريقة. أفهم الكلام ده كويس، ما في حاجة بقول لها زمزم. زمزم دي كل الخويا يعني. كل الخويا يعني. القاعدين في داخل زمزم كلهم حركات، وحركات حداد بتاع أركم الناي. أنا بقول لهم حداد بتاع أركم الناي. أفهم الكلام ده كويس، لابد زمزم دي لابد ما تقولوا حاطين لها حراسات، وفي ناس مأمنين من الحركات مأمنينها، ما في كلام زي ده. اسمع الكلام ده كويس، الأسي حاليا زمزم فيها دبابات وفيها هونات جوا. افهم الكلام ده كويس، لو زمزم ما حتقدروا تعملوا اي حاجه. وشكرا بارك. امبارح الموتى دي حرقتنا يعني، احنا انتوا ماسكين لك وفلنجايات، قول امبعاه وقول اوه وقول ار وقول يا تو ده. اي قائد امر قول لنا عشان قلوبنا تنزل، قلوبنا امر مثل دي ناس مسكتوه، ما تقولوا ليه قولوا بقى وتريحوا ودود اكلوا وتشربوا. موت الراجل دي امبارح يعني احنا حرقتنا، يعني احنا النساوين حرقتنا، الامه كلها حزنتها. اولاده كيف؟ ابنائه كيف؟ وزوجته كيف؟ ووالدته الوحيه كيف؟ واسرته كيف؟ يعني احنا دي حرقت قلوبنا امبارح، دي حرقتنا النوم. ليش انتوا؟ ليش تمسكوا لكم غياد وتاكلوهم وتشربوهم وتقعدوهم وتلبسوهم؟ اسمع الكلام ده يا سافنه، الدائرات كل الدول حاسات بيك ودائرات تشيفنا. طلعوا لنا نحن الشدر الكبار من قعورة، جاي أكلوا القلوب بطون. لكن امبارح الكرة دي نحن حرقت قلوبنا، ده حرقتنا النوم امبارح كرة الغايد دي. ليش الغايد دي يعملوا زي ده؟ انتوا من جاي وعلمانين به ليه؟ انتوا تخلوا يجي لي كم عربية ليه؟ ما تجيبوا متحرك كامل، هو يتمنى متحرك كامل عشان يشيله يجيبه ويجيبه، لو مات قدام اولاده. الموت نحن ما بنخاف منه وما بنحزن منه، نحن انتوا ميتين ونحن ميتين، والجاي ميت وعيالنا اللي ولدناهم ماتوا ميتين، الفضلوا ميتين في الوطن عشان يحلوا لنا نحن المشاكل. يا محمد حمدان دقلو كلامي ده اسمع يا بجلق يا السافنة، يا زير سالم، يا زلزال، انا داير تزلزل الكفار دي من البلد، والفاشر دي نحن دايرين تستلموها لنا عشان تخلونا نحن من يوم ما ضربت الخرطوم نحن مطبقين رؤوسنا للدوله، حزنانين اولادنا شعار مربينا نحن، لا تحننا لا ذقنا حلو لا شي في الدنيا. لكن الموت دي اللي امبارح هزتنا وهزت الدوله كلها يجيبي، لكن معليش طيران ما في هاي اتسافلنا. أنا متمنى يصفهم صفة التراب وزلزلهم يا زلزال. أنا ما عندي رجال بكون دائرات وجوه نايرات. أنا بتكلم لكم الكلام السمح، أنا ما بعير أمه وما بعير، لكن موت اللي امبارح دي حرقت قلوبنا والله. أنا إحنا رقدنا كده زول فوقنا ضاق حاجة، ما في من الزول ده مات وقالوا لنا مات. اليوم احنا النساوين خلي يكون الرجال، امبارح انتوا شن حالكم؟ اسحروا كده ظاهرين ما شاء الله الصلاه على النبي، انتوا في البلد الفوق ساكنين انتوا سلاطين. احنا ما بنعيروكم ما بنقولوا فوقكم حاجه باللسان اللي بتكلم الشين، لكن معلش موتهم امبارح. الناس الشالوين، الناس الشالو دي فاتوين، المواطنين يقروا زي اهو ليوه الامه كلها.
بتعتذر له وبتسجد له وبتقول له الكلام. أنا إحنا دايرين الليلة كده نرسله كلام وقاني وكلام حلو. أنا إحنا ما بنحزن للمات، أنا إحنا حزنانين للوطن. والحمد لله المات الله يعفاه، والحي الله ينصره. نتمنى لكم النصر، بركة طلوع عرفات، بركة الصوام الفخشي وندى. أنا إحنا الحمد لله نتمنى لكم النصر ونتمنى لكم أي شيء. يا ود الإداري كلامي ده أكون تسمع يا ولدي، شدوا حيلكم زين، طيعوا لنا النوبة وطلعوا لنا أي فلنقاي من البلد وأي فلنقاي، أكلوهم يستحموا ويشربوا وطعنوكم في ضحوركم. الضحر ده طعنة حارة، لكن امبارح حش نحن عين كان كنا رجال والله نفزعوكم في أي مكان، لكن مع الأسف عيالنا معاكم هنا، نحن عيالنا معاكم والحمد لله. بقول لك استغفرنا النمر بكفي، الأسد أبو كف بومن حجلة تطق الجرسلي، مريود الرفاق وغالي علي الجلسي، بياض رجله الفلنقاي ما بشيفه وبحجي به، ده سند راسي وأنا طعم خشمه، أنا ظلل بقيل فيه، إنت سافنا، الماشات بدورنا والقعدات بتمننا، إن شاء الله تكون لينا قاعد يطير الجنة. السلام عليكم شباب السوداني الأبي، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية، إن شاء الله كده ربنا يشفي جرحانا ويرحم موتانا وأوضع حميدة للمفقودين يا أخي، إن شاء الله كده ربنا يرد خربتنا، وإن شاء الله كده النازحين واللاجئين الآن موجودين على دول المهجر، إن شاء الله ربنا يرد خربتهم يا أخي، آمنين سالمين خانمين. ببركة هذا اليوم خلينا نرسل رسالة الشكر لكل أم سودانية فقدت ابنه، لكل أسرة سودانية فقدت فرد من أفراد العائلة، ولكل أسرة سودانية الآن هي عايشة في ظروف الحرب من الأوضاع السياسية اللي متدهورة، الظروف الاقتصادية الصعبة. إن شاء الله كده يا رب العالمين الأوضاع تتصلح والناس تكون في أفضل حال، والناس ترجع للسودان والناس تعيش حياة مستقرة. ايضا ابركم خلينا نرسل رساله لاخواتنا المصلح والاخوه المشتركه بالفاشر ولكل قياداتنا الموجودين على راس قواتنا المصلح والاخوه المشتركه، ومن اصغر جندي لاكبر ضابط تحياتنا لكم، ان شاء الله ربنا ينصركم في كل خطوه تخطوها يا اخوات يا شرفاء. فالوطن تمزخ، الوطن تنهب، الوطن تصرخ، حرائر السودان تغتصب، أرض السودان ينهب. فواجب عليكم أنتم كجيش وقوة مشتركة وحتى المواطنين السودانيين الأحرار، المواطنين السودانيين اللي عندهم خيرة لوطنهم، وجب علينا كلنا كمواطنين دفاع عن الوطن، دفاع عن الأرض، دفاع عن الأرض، ووجب علينا كلنا خلف قواتنا المسلحة، وندعم بكل ما نملك، بكل ما أوتي من قوة، لأنه القوة المشتركة والقوات المسلحة هما الآن اللي المركب الوحيد أن نحن ممكن نطلع به إلى بر الأمان، أو الجسر الوحيد الممكن نحن نعبر به إلى محطة الانتصار. فوجب عليك أنت كسوداني بهمك أمر الوطن، أنت كسودانية بهمك أمر الوطن، فتقيف خلف قواتك المسلحة وتطعم بكل ما تملك. إن شاء الله النصر قريب، وقوات المسلحة قاعدة تعدي واجبها في كل البواخر، سواء كان في جنوب سنار، جنوب الخرطوم، في الجزيرة، في المناقل، شمال بحري، دروشاب سامراب، محطة أو مصفى الجيلي، ومعسكر حطاب. فالجيش السوداني شغال في عملية التمشيط ناجحة جدا، والقوى الخاصة، القوات الخاصة شغالة في مهامها تنظف كل يوم وماشيين لقدام، وأيضا القوى أو نسور الجو شغالين في مجالهم، والقوى المشتركة شغال في الفاشر ليل ونهار ما قاعدين ينوموا النازل. فإن شاء الله ربنا ينصرهم يا أخي، وربنا يوفقهم في كل خطوة يخطوهم. دعواتنا وصلواتنا لقواتنا المسلحة والقوى المشتركة ولكل قياداتنا على رأسهم عبدالله جنا، وكل القيادات على رأس القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، وكل الناس اللي بهمهم أمر الوطن
بمختلف مسمياتكم. طبعا نحن او انا انسان ما سياسي ولا بتحب اتكلم عن سياسه، لكن وجب علي الان نتكلم عن الوطن، لان الوطن هو اللي فضل، الوطن هي اللي الام، الوطن هي كل شيء. فاذا وطنك بتنهب، اذا كان وطنك بتصرخ، اذا كان وطنك بتغتصب، لازم تطلع تتكلم السكوت ان الحق شيطان اخرس، ونطلع نوصل رسالتنا لو حتى كان ما بنجيد اللغه او بنجيد الرس او بنجيد الكلام، لكن الكلام اللي جوانا بنقوله. فبنرسل رسالتنا الى الشعب السوداني، وبندعو الشعب السوداني ان يلتف حول قواته المسلحه ويدافع بكل ما يملك، لانه ده واجب وطني. دمتم ودام السوداننا بألف خير. نشر من حلف قواتنا المسلحه والقوه المشتركه وكل من ساند جيشنا الابي. دمتم في رعايه الله، مع الف سلامه.